ايه البتاع دي؟ انت زفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. ناس كتير سألتني عن الجيتار الكلاسيك، الناس اللي بتلعب بالأصابع بتاعتها، الجيتار الكلاسيك التقليدي. الجيتار الكلاسيك التقليدي انت بتسنده طبعا على ركبتك بعد ما بتعلي رجلك بحاجة، وبتعزف بإيد على المسطرة، وبتبقى المسطرة مايلة حوالي 45 درجة تقريبا، أو يمكن ساعات بتبقى 60 درجة على حسب راحتك انت. الإيد الكوع أو الساعد بيبقى ساند على الانحناء ده بتاع الجيتار، وإيدك مدورة في الوش كده، وبتعزف بصوابعك الإبهام والثلاث صوابع دول، وأحيانا الأربعة في الفلامينكو لما بتعزف على تنقر الأوتار بتاعة الجيتار ديت. فطبعا عشان الجيتار يعمل صوت بالوتر نفسه لازم تعمل له نقرة كده بحاجة. الناس اللي بتلعب بريشة عارفة إن الريشة بتعمل النقرة ديت بالصوابع، بتطول الضفر بتاعك يعني حوالي من نص ملي لملي زي ما انت شايف كده، يعني اقل من ملي حتى كمان، هو نص ملي يا دوبك، بس يبقى معدي اللحم بتاع الصباع نفسه، فانت يبقى عندك بالظبط الريشه بتاعتك على كل صباع انها تعمل الاوتار يعني. طبعا لو انت بتمسك الجيتار، لو انت اشول فهتمسك الجيتار على رجلك اليمين وهتعزف بايدك اليمين على المسطره، او فايدك الشمال هتبقى بتعزف الاوتار ديت. طيب الضوافر دي اعملها بايه؟ افضل حاجه طبعا مبرد الضوافر، لان مبرد الضوافر دوت هيتيح لك انك انت تعمل الضفر مدور، مش مشطوف ومش مكسور حته منه، مش مربع ومش مثلث ومش مدبب، فالضفر بيطلع مدور. طبعا البنات هيبقوا هم شاطرين في الموضوع ده جامد جدا يعني، هم دول اشطر ناس يعني. فالضفر هيبقى انحناءه كويس جدا، بانك انت لما تيجي تعزف على الجيتار ما يتعلقش بالاوتار، يشبك في الاوتار كده وتبقى مش عارف تعزف يعني، عمال يتكتك وعمال يعمل وعمال يديلك زمن غلط وكده. طيب في بعض الناس اللي ضوافرهم بتبقى ليها شكل معين ما ينفعش، وفي بعض الناس ضوافرها بتبقى ضعيفة. طبعا افيد شيء للضوافر على فكرة اكل الجيلاتين، اكل الجيلاتين اللي هو الجيلي، تاكل جيلي يعني كلنا بنحبه، اكل الجيلي بيقوي الضوافر بتاعتك، فلو لقيت الضوافر بتاعتك ضعيفه وبتتشقق وبيجي لها امراض وبتاع وكده، حاول تاكل جيلي، فدوت هيخلي الضوافر بتاعتك قويه وانت محتاجها عشان تعزف الجيتار. طيب الناس اللي شكل الصباع نفسه، بعض الاصابع بتبقى الضوافر بتاعتها قصيره او طريه جدا، ما بتبقاش ناشفه قوي، او ليها شكل معين ما ينفعش يعمل منه الاستداره، ده بتبقى موضوع صعب جدا، لان الضفر عشان تدوره كده لازم تطوله اكتر، وبيبقى الضفر ضعيف ومشكله يعني. الناس اللي زي دول، في كان اخواننا بتوع الفلامينكو ما بيجوا يعزفوا، طبعا ده موجود بره في اخواننا اللي بيعزفوا فلامينكو، كانوا بيجيبوا كور البينج بونج، كورة البينج بونج، ويقطعوها، يقطعوا كورة البينج بونج وياخدوا القشر بتاعها دوت ويلزقوه على الصوابع بلزق معين يفضل ثابت كده على الصباع. طبعا طبعا الكلام ده مش هينفعنا احنا، لان يعني اولا من الناس اللي بتتوضى وبتصلي، طبعا ده هيمنع المايه انها توصل للضوافر بتاعتك، فمش هتعرف تصلي، دي حاجه. تاني حاجه، لو انت حجبت الهواء عن الضوافر، الضوافر ديت بتمرض، الضوافر ديت حيه فيها خلايا حيه، لو انت منعت عنها الهواء والتهويه الضفر نفسه مش هيتنفس، مش هيتعرض للهواء، مش بتجدد خلاياه، بالاضافه طبعا الكتمه بتاعته والعرق بتاعك بتاع بيخليه طاري من جوه والفطريات بتكبر عليه، فطبعا اوعى تعمل الحل دوت. الناس اللي بتحط برضو مانيكير كتير من البنات وكده، طبعا مضر جدا للصابع، ما انصحش بيه يعني. الناس اللي هي عندها المشاكل ديت في الضوافر ومش عارفه تعمل ايه، ومش هتعمل موضوع كره البينج بونج دوت ولا الكلام ده، خلاص بطل ما حدش بيعمله. في حل عملوه، قال لك الناس اللي بتلعب كلاسيك، الناس اللي بتلعب كلاسيك من الممكن انها تشتري الحاجات ديت، دي رخيصه جدا من محل الادوات الموسيقيه يعني، ما فيش، عباره عن حته بلاستيكه، البلاستيكه ديت بتتفتح وتتقفل كده بحيث انها تيجي على مقاس اي صباع، طبعا مش هعمله لكل واحد مقاس صباعه يعني، فانت بتشتري يعني 4 5، هم كلهم نفس المقاس على فكره، بس طبعا انت هتلاقي عند محل الادوات الموسيقيه مقاس سمول، مقاس ميديوم، مقاس لارج، انت بتجيب طبعا المقاس اللي يناسبك يعني. اللي بيحصل انك انت ديت بتبقى بدل الضفر بتاعك، فانت بتلبسها في الصباع بالمنظر دوت كده، وتطلع منها الحجم اللي على فكره انا اول مره استعملها يعني، ما استعملتهاش قبل كده، ف
فبتطلع منها يا دوبك المساحة اللي انت عاوزها بحيث انك انت تعزف بيها. مثلا انا جبت 4 هنا اهو عشان انا هعزف كلاسيك دلوقتي، وهلبس واحدة برضو. فكأنهم بالظبط انت بتلبسهم كأنهم الضوافر بتاعة صوابعك، فبتلبس المساعدات ديت في ايدك، وبعدين بقى بتتمرن عليهم. لازم طبعا تمرين. شغال الموضوع، فانت بتحطها في صوابعك ديت وبتتمرن عليها وبتبدأ انك انت تعزف بيها. وطبعا بعد ما بتخلص عزفك خلاص بتشيلهم وتفكهم وتحطهم. الحاجات ديت ممكن تشتريها من على امازون بثمن رخيص قوي للناس اللي تقدر تجيب من امازون. الناس اللي في الدول العربية اللي هي امازون ما بيوصلش ليها، مثلا من الممكن محلات الادوات الموسيقية هتلاقي عندهم المجموعات ديت. في نوع تاني بس يعني مش معايا جزء منه دلوقتي، اللي هو بيتلبس للناس اللي بتعزف جيتار ستيل او جيتار معدني او جيتار فولك او اكوستيك. الجزء اللي بيعزف بيبقى في الجنب. بتوع الجيتار الفولك يخلوا بالهم ان بتاعه الكلاسيك مش هي دي المناسبه ليهم، هيشتروا حاجه تانية للجيتار الفولك. وهتلاقي دايما بتاعه الجيتار الفولك عباره عن حلقه وضفر طالع منها مدبب شويه كده، مختلف شويه عن اللي بتتلبس في الصباع بتاعه الجيتار الكلاسيك. واتمنى ان انا اكون افدتكم نوعا ما، واشوفكم الحلقه الجايه.